طيب معانا ام مصطفى من مصر، برحب بيك يا فندم. السلام عليكم استاذ احمد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ممكن اتصل بشويه فندم؟ ايوه اتفضلي، انت على الهواء مباشره، اتفضلي. طب لو سمحت يا شيخ، لو واحده جوزها طلبها للفراش وكده، بس هو بيدخن وبتبقى ريحته وحشه جدا، وهي بتبقى قرفانه وكده، وقالت له مره واثنين وعشره وعشرين وما فيش فايدة، طب هيبقى الحكم على ايه دينيا؟ يعني حرام ولا حلال ولا ايه؟ ما انا عارف. يعني هي تكلمت معه في هذا الامر مرارا وتكرارا وهو كتير لا كتير يستجيب. كتير كتير، ايوه خالص خالص، ومع انه قالت له ده حرام شرعا وحرام وصحتك وبيدخن من امتى؟ وانا وهي عندها حساسيه وحاجات كتيره كده، بيدخن من مفيش امتى فايده برضه يا اختي الكريمه؟ ام مصطفى، الشيخ بيسالك سؤال بس، زوجك اسمعي. بيدخن من امتى؟ من اول ما اتجوزتيه ولا بعد ما اتجوزتيه؟ ايوه من اول ما احنا ما الموضوع ده من الاول خالص، من اول ما اتجوزنا احنا على ما فيش مشاكل بتحصل الا من سبب الموضوع ده، وانا زهقت. طيب نجاوبه ان شاء الله. حاضر يا ام مصطفى، ان شاء الله الشيخ عصام يجيبك حالا باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك، اتفضل يا شيخ. لا طبعا الزوج في هذه الحاله اذا يعني التدخين معصيه، نسال الله ان يتوب عليه منها. نعم. ويغفر له ويتوب عليه يعني، والتدخين حرام شرعا يعني. طيب اكثر حاله الايذاء للزوجه في هذه بالذات في حالات الجماع والكلام ده، للاقتراب من بعض بهذا الشكل، فمعناه إذا الشرع نهى أنك أنت تذهب للجمعة والجماعات وأنت واكل بصل أو توم أو توم مش صحيح. مطبوخ عشان ما تأذيش الناس، فأولى أهل بيتك. إذا كان الزوجة مأمورة بالتزين للزوج، أي. وكذلك الزوج مأمور بأن يتزين لامرأته. نعم. وقف عبد الله بن عباس أمام المرآة يرجل شعره ويهندم ثيابه، فرآه نافع مولى عبد الله بن عمر، فقال له: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يضرب لك الناس أكباد الإبل وتقف أمام المرأة تتزين؟ وكان يتزين لامرأته. قال: ماذا في هذا يا نافع؟ إني أجد هذا في كتاب الله. نعم. فنافع قال له: والله لقد قرأت ما بين اللوحين مصحف، فلم أجد أن يتزين الرجل لامرأته. نعم. فقال: ألم تقرأ قوله تعالى: ولهن أيوة مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم. لهن أي للنساء. أيوة. لها حق التزين، ان الزوج يتزين. ايوه. مش لك لا انا راجل رجولتي في جدعانتي ومرجلتي، لا حبيبي. ايوه. وايضا مطلوب في التزين للزوجه كما تريد ان تجد المراه على افضل حال، لابد ان تكون افضل حال. نعم. بتاذى من التدخين؟ لا طبعا، هذا ياثم به شرعا. نعم. لان معناه انها تتاذى من شيء حق شرعي عليها، تريد ان تستمتع بحقها. نعم. ده حق. طب ماذا افعل؟ والله حاولي معاه مره اثنين لا ما فيش، انت اشتكي لاي حد قريب يعني، مش اشتكي أيوة. تطلع للبوليس يعني، ليه حكيم ما بينك وبينهم. ايوه. هو لو انت عملت معاه الكلام ده خلاص، او انا انصح اذا عايز بقى حل عملي قبل ما يقرب منك، كل قد فحل بصل كده وخليه يشم وراه، فريقه تبقى انتوا قبل بعضها، مش هتحسي بقى لا بدخان ولا بتاع، فيبقى بصل قبل بتاع، فطبعا هيقعد يتشال ويتمد في الارض. طيب ده الحلال ما عجبكش، ما بالك أيوة. بالحرام؟ صحيح. خلاص، او اي ريحه ما بيحبهاش مثلا جربيها مره. نعم. خليه يفهم يعرف، ما هو في ناس أيوه. بس بعد النصيحه يعني أيوه. مش بقصد عليها ان تخرب على بيتها. لا طبعا، لا يعني خليه يجرب يعرف يعني، ادي انت بتعمله فينا، يحس باللي هي بتحس بيه بس، فحس بيه يحس بيك ربنا زي ما بيقولوا يعني، فبس خلاص. ماشي تمام، جزاكم الله خيرا.